اوكي okay. طيب هو هنا بيتكلم على ايه آه بيقول لك 49 سنه واحده ست جايه بجوندس ام ار سي بي ديسبليز ذا بريزنس اوف سكلروزين كولانجيتس شي جيفز ا لونج هيستوري اوف دايريا فور ويتش شي هاز ريسيفد سترويدز اون سيفرال اوكيشنز شي از لايكلي تو سفر فروم ويتش اوف ذا فولوينج ست دي في آه ألسات في كولايتس على أساس 80% في المية من من بيبقى معاه برايمري سكلروزين كولانجيتس وده اللي يفسر ان بيجي لها اتاكس اوف ايه اوف اوف جوندس ففي كل دول اللي, اللي ماشي مع الباك جراوند بتاع الست دي uh, uh, اللي هو الام ار سي بي اثبت ان عندها سكلروزين كولانجيتس ان هي تكون عندها التسرتيف ايه كولايتس اوكي طيب لو جالك مثلا في الاوسكي الصورة دي واخد بالك وقال لك ده عيان معمول له اي ار او ام وانت شفت اتنين ضغط واسعين بالمنظر ده فدي في الكتاب بيسميها ايه الكتاب بيسميها دبل ضغط ساين ودي قلناها قبل كده بتبقى علامة على وجود ايه في حاجة هنا سدة البنكرياتيك داكت وسدة وسدة الكومن بايل داكت اه بالظبط يعمل الايه الدبل داكت ساين وهيبقى هيبقى, هيبقى معظم الاسئلة على الماليجنانت اوبستراكتيف جونتس اوكي هنا بيتكلم What is the most appropriate treatment for the biliary injury seen in the figure يعني yani, uh, uh, في في عيان عمل كوليستيستكتومي لاب كوليستيستكتوم حصل عنده biliary injury حصل عنده biliary injury فصوروه الصورة دي اي ار سي بي ولا بي تي سي؟ بي بي تي سي وواضح القسطرة اللي هم حاطينها حطوا داي فبان الانترا شمال ويمين وقفلت تحت الايه الكونفلنس قافله تماما وتلاحظوا دي الكلبسات بتاعت اللاب كولي وطبعا في كلبسات كتير هنا ملهاش لازمه فبتتوقع ان العيان ده تعرض لنزيف اثناء العمليه والجراح في طريقه لايقاف النزيف بسرعه وبالهلع اصاب الايه الكومن هيباتيك داكت وفي 60% من الاحيان الاصابه بتاعه الكومن بايل داكت اثناء استئصال المراره بيبقى معاها نزيف يعني النزيف هو التريجر اللي في الاول العيان ينزف منك لسبب ما وفي محاولاتك لايقاف النزيف والفزع اللي انت فيه وبتاذي الايه كومن هيباتيك داكت موست كومنلي مش كومن بايل داكت اوكي فهو هنا بيقول لك ايه بقى بعد ما انت حصلت على الصوره دي هتنقي ايه في دول علاج للعيان ده انتو اند انتو اند انستموزس ولا رو ان واي هيباتيكو جيجنوستومي ولا كلو ديكو ديودونوستومي ولا كلو ديكو جيجنوستومي ولا اي ار سي بي اند ستنت بليسمنت انا سمعت هو انا انا بس عندي سؤال يا فندم هو بالنسبه للصوره دي كده دي مش دي, كده مبينة ان في اكلوجن لكن مش كير صح كده؟ مبينه حاره سد حرق سد تحت زي ما تقول في في رابطه هنا تحت الكونفلنس بتاع الليفت هيباتيك والرايت هيباتيك في حد رابط رابطه هنا او سيفير ستريكشر سيفير ستريكشر مش معدي حاجه ولان هم فشلوا انه يعملوا اي ار سي بي فلجاوا للبي تي سي فطبعا الاوبشن ده مش وارد لان هو اصلا ما فيش ميكانيكالي مش هتقدر تعمل اي ار سي بي وتحط ستنت لإن هو فشل إن هو يعدي حاجة من الديودينم في الأمبولة أو فوتر فلجأ للبي تي سي واخد بالك؟ فالعيان ده طبعاً عنده اوبستراكتيف جوندس والسبب إيه؟ والسبب اوكلوجن أو Stricture في الكومن common hepatic duct iatrogenic ودي معظم أسباب الكتاب يقول لك معظم أسباب Stricture في الكومن common bile duct iatrogenic عقب عمليات لاب كولي. دي معظم الاسباب ودائما دائما لو تدرسها بتبدا العيان نزف مني وانا عشان اوقف النزيف قعدت اربط واخبط واحط كلبسات واحط كلامبات فطبعا ازيت ازيت الكومن هيباتيك داكت اوكي علشان نصلح الازية دي هنعمل ايه في دول؟ أنا شايف إن دي اللي هو كوليدو كوجيجينوس هنا ما عندكش كومن بايل داكت يا حازم ما عندكش اصلا كومان بايل داكت. انت دايما اصابات البيلياري تري عقب عمليات المراره كلها عاليه بالمنظر ده دايما كلها على مستوى الكومن هيباتيك او اعلى كلها على مستوى الكومن هيباتيك او اعلى لان انت بتلعب فوق الكم... الجول بلادر هنا مش هنا واخد بالك فكل الاصابات بتبقى آه، في المنطقه آه. دي فانت انسى كلمه كوليديكو دي خالص بس. مش اه يبقى خلاص يبقى بي فندم بي لازم تعمل له رو رو ان واي هيباتيكو جوجنوستومي بتجيب لوب اوف جوجنم ودي بنسميها دي فان فانكشناليزد لوب يعني في واحد فيكم يقول لي طب ما ناخد لوب اوف جوجنم كده زي ما هو مش لازم يبقى رو ان واي ونشبطه في الحته دي من الضغط هيبقى في اسندنج انفكشن انما انت بتعمل رو ان واي ليه؟ انت عايز حته من الجوجنم كده أربعين أو خمسين سنتي مش هيدخل لها أكل هي هتبقى بس توصيلة للبايل من الكبد إلى الأمعاء فبتعمل له رو ان واي هيباتيكو جيجنوست هي دي الإجابة السليمة في حالات إصابات القناة المرارية عقب عمليات لاب كولي أوكي هاي

Numerous small stones are present in the gallbladder. In addition to cholecystectomy, the surgeon should also perform one of the following intraoperative cholangiography, liver biopsy, no further treatment, choloducodiodonostomy, opening of the common bile duct to explore it for the presence of stones. No further treatment. No further treatment, a ليه؟ لان هو مديك كلو في الهيستوري ان العيان ده قبل ما يجي لك وتشيل له المراره كان عنده اتاك اوف كالكولر اوبستكتيف جوندس فممكن جدا يكون ما زال في الكومن بايل داكت عنده حصوه او اتنين بيتحركوا بيطلعوا وينزلوا بول فالف ميكانيزم ولو انت سبتهم له بعد اللاب كولي هيجي له اوبستكتيف جوندس اه فنو فيرزر تريتمنت دي ما تنفعش تمام يبقى اه انت هنا بقى ايه الكومن بايل داكت عند العيان دي متهم ان فيها حاجه قد تكون قد تكون فاضيه تماما والحصوه اللي فيها عملت انسداد والعيان خف والحصوه عدت في الديودنم ونزلت مع الاستول وقد يكون فيها حصوه مين اللي هيقول لك بقى مين اللي هيقول لك اذا كانت فاضيه ولا فيها انسدادات او بوتنشالي فيها حاجة ممكن تسد الانترا اوبرتف كلانجيوغرافي والانترا اوبرتف كلانجيوغرافي اللي بتحقن البلياري تري بداي وبتشوف هل في فيلنج ديفكت ولا لا لو في فيلنج ديفيكت يبقى ما زال في حصوات في هذه السي بي دي ولازم تطلعه لازم تطلعه لو ما فيش فيلنج ديفكت والداي وصل الديودنم يبقى السي بي دي دي بريئه واخد بالك فده الاختيار الامثل وده ممكن يتعامل عن طريق الاوبن آه، كلودوكوتومي يعني لو انت شاطر في المناظير ممكن جدا برضو بالمنظار تفتح السيستك داكت وتحط فيها أسطرة وعن طريق الأسطرة الأنجيوكاست تحقن الضي بتاعك وتصور البلياري تري انترا اوبرت في كل انجيوكري. ده بالمنظار بال... باللابروسكوب لو انت ما بتعرفش تعملها باللابروسكوب اه، كونفرت تو اوبن افتح بطن العيان افتح الكومبايل بايل داكت ها واعمل اكسبلوريشن وبعد كده حط تي تيوب و او قبل ما تعمل اكسبلوريشن تحط الكاستر بتاعتك في السيستك داكت وتحقن الداي وتطمن على السي بي دي هل هي فيها حاجه تستحق الاكسبلوريشن ولا فاضيه ما تستحقش يعني القرار يا اخواننا كجراحين ان انت تاكسبلور السي بي دي قرار مهم جدا وخطير ما تتخذوش بسهوله لان ليها موربيديتي يعني لازم لما تقرر ان انت تفتح السي بي دي لازم تبقى متاكد ان انت هتفيد العيان لان مجرد فتح السي بي دي له مشاكله واخدين بالكم طبعا العيان ده مش محتاج ليفر بيوبسي. العيان ده امتى نعمل له كلودوكوديودونوستومي نوصل الكومن بايل داكت بالديودرم في هذه العمليه لو اكتشفنا عنده امباكتد ستون في اللور اند كومن بايل دكت واحنا مش عارفين نطلعها سامعني مسموع مسموع اه لو في او العيان ده بينزل مطره من الحصاوي من الانترا هيباتيك بيلياري راديك يعني انت بتنضف السي بي دي بتشيل حصوه او اتنين وبينزل لك حصوات من فوق من من الليفر فالعيان ده حتى انت بعد ما تنضف السي بي دي وتحط تي تيوب معرض ان من الدايليتد هيباتيك بيلياري داكت تنزل حصوات طب الحل ايه بقى تقوم موصله السي بي دي بالديودنا اللي ينزل ينزل على الديودنا على طول مش هيتجمع في الكومن بايل داكت فده امتى نعمل كلوديكو ديودونوستومي في حالتين لو في حصفه كبيره مع الشقة في اللور اند بتاع كومن بايل داكت مش عارفين نتصرف فيها ولا نحركها فنقوم نيجي للدايليتد بارت اوف سي بي دي ونوصله بالديودنم او في تو ماتش ستونز نازلين من الليفر ففي المستقبل لو ما عملناش التوصيله دو دي ممكن يسدوا السي بي دي واخد بالك طيب دكتور مش ممكن نعمل سفنكتريكتومي لا انت هنا بيكلمك على موقف انت جوه اوضه العمليات انت جوه اوضه العمليات واخد بالك ما دي اجابه ايه سؤال تاني واخد بالك انت طبعا انت تعمل ايه ار سي بي قبل العمليه احنا في المودرن سيرجري دلوقتي الاشكال ده بنحله ازاي قبل عيان مدي هيستوري ان كان بيجي له اتاكس اوف كالكولار اوبستراكتيف جوندس فبنعمل له اي ار سي بي قبل ما نقرر نعمله له سكيدجول للاب كولي لو في الاي ار سي بي عنده حصوات زميلك بتاع الاي ار سي بي بينضف لك السي بي دي قبل ما انت تخش تعمل مراره واخد بالك انما سبوز uh, 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 انت عارف كم في الميه من العيانين ان احنا بنعمل لهم لاب كولي هيطلع في النهاية عندهم حصوات في السي بي دي واحنا مش واخدين بالنا؟ مش فاهم اتليست 6% اتليست واخد بالك؟ عارف كام في المية من العيانين اللي بيجوا لك جول س... بي... بتشخصهم انت جول ستونز وفي نفس الوقت عندهم ستونز في السي بي دي؟ الكتاب بيقول لك من 10 ل 15% يعني الليسته اللي انت بتعملها لاب الليسته اللي انت بتعملها لاب كولي دي كل اسبوع من 10 ل 15% من العيانين اللي انت بتحضرهم للاب كولي فيهم ناس عندهم حصوات في السي بي دي واخد بالك؟ فيهم ناس عندهم حصوات في السي بي دي فالاسلم طبعا والاريح ليك كجراح ان انت قبل العمليه تعمل لهم ايه؟ اي ار سي بي ويبقى دياغنوستيك وثيرابيوتيك في نفس الوقت دايجنوستيك يطمنك على السي بي دي والثيرابيوتيك لو في حاجه هيشيلها واخد بالك وتخش تعمل عمليه في سي بي دي ايه نظيفه اوكي ده الاسلم طبعا هنا بيقول لك 50 سنه وايت ميل اندر وينت لابروسكوبيك كوليسيستكتومي فور سيمتوماتيك جول ستونز اون بوست اوبريتيف داي 4 هي كومبلينس اوف ابدومينال بين اند لاب شوز وايت بلاد سيلز 10000 دايركت بلوروبين 2 ونص وات از ذا موست ابروبريت فيرست ستادي في العيان ده؟ ام ار اي ابدومنا التا سونوغرافي اي ار سي بي هايدا بيركوتينا سترانس هيباتيك كولانجيوجرام يعني عيان عيان راجل حد فيكو يعرف ليه هو خلاه راجل ما ست رغم ان الستات اكتر في الجول عشان ما تبقى كومبليكيتد مع اه ديفيكالت كل سيستكتومي والبوست اوبريتيف كومبليكيشن اكتر في الرجاله مش في الستات واخد بالك فدايما السيناريو بتاع مشاكل اللاب كولي هيبتديها براجل واخد بالك انت عملت له لاب كولي وبعد العملية جالك بقى وخرجته انت من المستشفى جالك على رابع يوم في العيادة بيقولك عندي وجع في بطني وعندي ايه نوجيا عملت له معمل لقيت البليروبن بتاعه الدايركت الدايركت كام اتنين ونص اول حاجة تعملها له ايميجينج في دول تبدأ بيها اللي هي ايه بالظبط هي دي الاجابة السليمة حاجة سريعة وما فيهاش اشعاع ورخيصه هتقول لك بقى نشوف الكومنت على السي بي دي اه هتقول لك بقى السي بي دي هل هو دايليتد هل في كوليكشن هل عنده بايلوما واخد بالك آه مكان الجول بلادر اللي انت اشتغلت بيها وبناء عليه هتديك كلو اسكت انت محتاج لانفستيجيشن تانية ولا لا يعني هل انت هتحتاج اي ار سي بي هتحتاج ام ار سي بي او اي شيء انما اول حاجه فيرست لاين لو حسيت ان العيان بتاعك بتاع اللاب كولي مش ماشي كويس اول حاجه اللي هو ايه ابدومنا الالتا اوكي هنا بيقول لك بعد لاب كولي 55 سنه برضو واحد راجل الباثولوجي قال ايه اكتشفنا كارسينوما في جول بلادر انفيدنج but not penetrating the muscularis layer بتاعت الجول بلادر what is the most appropriate next step in the management of this patient يعني انت عملت لاب كولي انتوا بتبعتوا المراره بعد اللاب كولي معمل ولا بترموها في الزباله بنرميها ده اكبر خطا طبعا واخد بالك لان معظم معظم حالات معظم حالات الانسيدنتال او السربرايز بتاع جول بلادر كانسر هتبقى العيانين اللي انت اصلا كنت بتعمل لهم لاب كولي وما كانوش بيشتكوا من اي حاجه تدل ان عندهم كانسر زي العيان ده كده فالمعمل يقول لك وجدنا خلايا سرطانيه واصله لغايه الماسل لير بتاعت الجول بلادر الجول بلادر فيها ساب ميكوزا ولا ما فيهاش اي اجابه الجول بلادر فيها صب ميكوزا ولا ما فيهاش yeah. ما فيهاش الجول بلادر مختلف عن الجهاز الهضمي اللي انت بتدرسه ان ما فيهاش صب ميكوزا الجول بلادر فيها ميكوزا وفيها ماسكلوزا وسبسروزا سروزا وسروزا يبقى اعرفها قاعده كده الجول بلادر ما فيهاش صب ميكوزا جول بلادر ما فيهاش صب ميكوزا خلايا سرطانية هتنتقل من الغشاء المبطن للجول بلادر راحت فين وراحت لغاية المسكولير لم تقتحمها لم تقتحمها لم تقتحم العيان التقرير بتاعه طالع بوست اوبتيف هتعمل ايه بقى هتطنش نو مور تريتمنت ولا هتدخله تاني اوضه العمليات تشيل حته من الجول بلادر بيد ومعاها سيجمنت أربعة وخمسة من الكبد وتسلك الريجنال لينف نود وتاخدهم معاك اللي هم نايمين على الهيبات وديودين الليجمنت ولا هتطلب للعيان بوست اوبتيف كيمو سيرابي ولا هتعمل للعيان بيلياري ستنت عشان تمنع فيوتشر بيلياري اوبستراكشن بالسرطان ولا هتعمل له بيلياري انتريك باي باس الموقف تاخده بالك هتعمل ايه ب. بي. بي هتقول للعيان ان uh, اكتشفنا سرطان مبكر عندك محدود بالجول بلادر بس طبعا هو هنا السرطان وصل الماسكولار لير ففي احتمال قوي جدا ان هو بعت خلايا سرطانيه في الليمفاتكس والليمف نودز درينج بتوع الجول بلادر وانتوا طبعا عارفين وانتوا طبعا عارفين عارفين ان في كوميونيكيشن جامد جدا ما بين الليمفاتكس بتاعت الجول بلادر والليفر فلازم تخش تاني الجول بلادر نايمه ما بين سيجمنت اربعه وخمسه في الليفر فلازم تشيل سيجمنت خمسه وسيجمنت اربعه بي لان في اربعه اي واربعه بي فلازم تشيل سيجمنت خمسه واربعه بي والليمف نودز اللي موجودين في الهباتو ديودينال ليجمنت ده بيرفع الفايف يير سرفايفر ريت بتاع العيان ده من 40% الى 80% بمعنى ان انت لو ما عملتش الخطوه دي الفايف يير سرفايفر بتاع العيان بتاعك لا يزيد عن 40% لو عملت له الخطوه دي بتخليها تضاعف بترفع بترفع الفايف يير سرفايفر ريت من 40% الى 80% ودي حاجه عظيمه جدا يبقى لو جالك كيس سيناريو في الامتحان واحد شلنا له المراره وكنا متخيلين ان هو جاست بيعاني من جول ستونز فده جاء جا التقرير ان هو في خلايا سرطانيه مبكره امتى بقى نكتفي بالكوليسيستكتومي فقط يعني لو جالك في السيناريو لو قال لك الخلايا السرطانيه ما عدتش اللامنا بروبريا يعني مقتصره على الميكوزا فقط يعني تي 1 هنا بقى ممكن الكوليسيستكتومي فقط يكفي يعني انت لما يجي لك سيناريو بتاع جول بلادر كارسينوما عينك على مستوى الخلايا السرطانيه ركز معايا فلو لقيتها ميكوزا فقط ميكوزا فقط يعني ما عدتش اللامنا بروبرا اللامنا بروبرا دي اللي هي شوية الكونكتيف تيشو اللي تحت الميكوزا تحت الغشاء المبطن للجول بلاده لو قالك في السيناريو ان هي ما عدتش اللامنا بروبيا يبقى اذا نو مور تريتمنت تختار نو مور تريتمنت لو قالك في السيناريو ان هي عدت اللامنا بروبرا وفي السيناريو ده قالك وصلت لايه وصلت ماسكولار يبقى لازم ندخله اوضه العمليات تاني ونشيل له ايه؟ نشيل له سيجمنت اربعه وخمسه والليمف نودز اللي على الهيباتو ديودينا ليجمنت. مفهومه النقطه دي يا جماعه ولا مش مفهومه؟ طب يا دكتور مش بيقول نوت بنتريتنج يعني لسه ما دخلش الماسكولاريس يعني لسه في اللامنا بروبيا كده لا ما هو بيقول لك انفيدنج بات نوت بنتريتنج يعني انفيدنج يعني اقتحمتها لما هتعمل لها بنتريشن هتوصل للسبس روزا فانا بسهل لك الموضوع القاعده كالاتي القاعده كالاتي لو قالك احنا في اللامنا بروبريا بس يعني في الميكوزا يبقى مش هنعمل حاجه تانية وده نادر جدا السيناريو ده نادر جدا كل الاسئله كل الاسئله هتلاقيها تقول لك ايه وصلنا الميكوزا إيه وصلنا الماسكولر وفي اسئله هتقول هتجد يقول لك وصلنا السبس الروزه وصلنا الصب سيروزا اي حاجه اي حاجه معديه اللامنا بروبيرا لازم ندخل العيان اوضه العمليات تاني سهله ايه اللي يخلينا يا دكتور نبعت العينه لل الباثولوجي هنلاقي فيها ماس ولا ولا هتكون اللي هيخليك كده القانون قانون الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه وكل دول العالم المتقدم والمتاخر اي حاجه بتطلعها من جسم العيان ما بترمهاش في الزباله بتبعتها تتحلل حتى الانجروينج تو نيل انت عارف الانجروينج تو نيل ممكن تشيله تشيل النيل وتبعته يتحلل يقول لك ده في ميلانوما جمهوريه مصر العربيه بس هي لما ما فانت السؤال بتاعك ايه بيقول لك ايه اللي هيخليني ابعت القانون لانك لو ما بعتش هتتحاكم يعني العيان ده العيان ده اللي احنا عملنا له المراره ده وكان عنده فرصه يتعالج ويعيش طبعا هنرمي المراره في الزباله ما فيش حد هيكتشف ان عنده ايرلي جول بلادر كارسينوما صح هنكتشفها امتى بقى لما تدمر البورت هباتس ويجي جوندس ويتقفل ويخس و... ويطرش ويتبهدل يعني إيه اصبح ايه انتقل من ريسكتابل الى ايه الريسكابل انتقل من اوبرابل الى ان اوبرابل هيدوروا في السجلات بقى هيلاقوه من شهرين ثلاثه عمل مراره طب فين المراره يا اخوانا اللي انتوا شلتوها احنا رمناها في الزباله تعالوا بقى رميتوها في الزباله ليه ومحاكمه بس انت ايه سعيد الحظ ان برضه في جمهوريه مصر العربيه ما فيش محاكمات فما بس ممكن تعمل لك مشكله ضخمه جدا انما علميا وتبع الكتاب لازم تبعتها تتحلل لازم هي والزايده هي واي حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي هتخليك تكتشف في العينين بتوعك كارسينوت يومر مبكر في الزايده ان انت بتبعت كل الزوائد بتاعتك المعمل هي دي الحاجه الوحيده فتكير فالقاعده العلميه ان انت لازم تبعت في ظروف محليه ب... بس دي محليه خالص يعني بتحكمنا فلوس وحاجات كده انما إيه, ايه حاول بقدر الامكان تمشي تبع الكتاب اوكي okay? the possible complication of ERCP include all of the following except acute pancreatitis cholangitis perforation of the gallbladder perforation of the duodenum bleeding السيشن دي هتخلص بعد سبع دقائق. <applause> كولانجايتس اكيد ولنجايتس. يعني الـ ار سي بي ما بتعملش اكوت كولانجايتس لا اكسبت ماشي تمام انتبه انت صايم بينا صايم و اكسبت طبعا الجول بلادر بعيد عنها تماما فدي باي اكسكلوجن حتى اللي مش قاري التشابتر هيختار الجول بلادر How many patients undergoing cholecystectomy are found to have gallbladder carcinoma? واحد من عشرة واحد من مية عشرة في المية خمسة وعشرين خمسة وثلاثين حاجة عشرة عشرة كتير جدا كتير واحد واحد يعني من نص الواحد ونص في المية المتوسط بتاعها واحد هتلاقي عندهم جول بلادر خد بالك اي مستشفى كبيره بيعملوا في السنه مثلا بيعملوا في السنه حاجه بتاع مش اقل من 200 300 مراره يعني انت عارف في امريكا بيعملوا كم مراره في السنه بيعملوا مليون بيعملوا مليون واحد في المية بقى من المليون ده رقم كبير جدا صح ولا غلط فعشان كده لازم كل المرارات تتبعت فور هيستوباثولوجي خدت بالك او اتليست يعني اضعف الايمان ان سيادتك تشق المراره تتفرج عليها من جوه عشان لو شفت حاجه شبهه يعني تقدر تتصرف مفهومه دي تمام اه فاختار ايه واحد في 1% رقم معتبر جدا يعني في امريكا من حوالي 10 سنين كان الاستاتستكس من حوالي 10 سنين في السنه مليون مراره و 800 ألف زايده ده من حوالي 10 سنين هتلاقيها زادت دلوقتي About biliary physiology, all of the following statements are true except the gallbladder secretes bile salts

جولد بلادر سكريتس انما هي ستور اه امال مين اللي سكريت باير سولز؟ هيباتو سايتس هيباتو سايتس تبقى دي العباره الايه الخاطئه حاجه عظيمه جدا وات از ذا موست كومن جول بلادر تيومر في دول ادينو كارسينوما ولا بابيلوري كارسينوما اه دول برضو موجودين بس الادونو هي 90% دول بياخدوا 2% 3% 4% بس الادنو 90% اوكي okay? <clears throat> all of the following features are characteristic of biliary colic except it is commonly induced by large fatty meal pain is epigastric and right hypochondrial pain radiates to the back on the right side commonly accompanied with nausea and vomiting usually accompanied with fever and leukocytosis. Even. إيه. آه لأن لو العيان بتاعك اللي بيشتكي من وجع في جنب اليمين معاها فيفر وليوكوسيتوزيس ما بتشخصش بيلياري لا غلط بلانجيز. غلط acute كوليسيستيتس بتشخص acute كوليسيستيتس واخد بالك طالما في فيفر وليوكوسيتوزيس والبيلياري كوليك ده مسنومر ولا اسم محترم؟ هو بيبقى <applause> كوليك اه لان هو فاكر الامر بيبقى كونستانت بين مش رايح جاي اوكي فبيلياري كوليك ده مسنومر بس ايه خطا شهير افضل من علم مجهول صح ولا غلط؟ طيب What is the appropriate treatment for cholangiocarcinoma of the hepatic bifurcation? Right hepatic lobectomy, while well, left hepatic lobectomy, while well, Whipple, well, while bile duct resection and hepaticojejunostomy plus partial <laughs> hepatectomy, while well, radiation therapy plus bile duct stenting. Whipple. Well, يعني واحد عنده لاتس تيومر عنده ورم سرطاني عند الهيباتيك باي فوركيشن عند التقاء الليفت هيباتيك داكت بالكومن بالرايت هيباتيك داكت فتقوم انت نازل تحت عامل ويبل وسايب له الورم ما انت هتشيل هتعمل ويبل وتسيب له الورم كده ايوه ايوه لا لا تمام الصيام عامل عمليه دي دي هي الإجابة الصحيحة هتعمل ريسكشن وهتشيل حتة من الكبد ممكن تعمل برشا هيباتيكتومي وبعدين هتوصل البقايا من الدكتس الموجودة تعمل لهم هيباتيكو إيه انتوا عارفين اه كلاك كلات سكن تيومر ولا ما تسمعتوش عنه؟ عارفين يا فندم اه الموست كومن كولانجيو كارسينوما الموست كومن سايت بتاعها بيبقى عند الكونفلنس بيبقى عند الهيباتيك بيفلوكيشن وبيبقى اسمها لاتس تيومر او جلاتيسكن تيومر دي بتشكل 60% من حالات الكولانجيو كارسينوما بتستأصل القنوات واخد بالك و... و... وبتعمل جيجينوستومي الاجابه دي اوكي هنجدد السيشن ونبدا معاكم من جديد What is the most common location of cholangiocarcinoma? C. C. شايفين Shefilmontadi, I'm left hepatic, my common hepatic, deep Tamil, skin tumor, the most common site of cholangiocarcinoma. 30 year old white male was recently diagnosed with caroly disease limited to the right loop of the liver. Most appropriate management of this disease is. هباتيك لوبكتومي ولا ريسيكشن وهباتيكو جيجونوستومي ولا انترنال دورينيش